هو كيان يعني بنى الغطرسة ديالو على التمييز وعلى الدوس على حقوق الشعب الفلسطيني بالأقدام وعلى تجاوز حتى القانون الدولي، وهو يعني واحد الكيان استيطاني غاشم الذي لا يتوانى حتى في قتل الأطفال. وانتم شفتوا يعني ما جرى الأسبوع الماضي من تقتيل أطفال ضمنهم طفلات مغربيات. إذا احنا اليوم جينا، ولكن مع كل أسف يعني القوة ديال الأمن كانت كثيرة، وكان هناك واحد الرفس ديال الناس اللي جاوا تيتظاهروا بشكل سلمي وتفريق ديالهم. لماذا؟ لأن هناك واحد العدد ديال الدول العربية اللي هي ضعيفة واللي مشات في هذا المسلسل ديال التطبيع، المسلسل ديال التطبيع بدون أي مقابل. فين هو المقابل اللي كيقدموا هذا الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني باش يوقف الغطرسة، باش يقبل الحل ديال دولتين، باش يمكن له أنه ترعى كذلك تراعى الحقوق ديال الشعب الفلسطيني الأبي. فاليوم وحنا في هذا العالم اللي هو مفتوح على اللايقينيات ومفتوح على واحد العدد ديال الاحتمالات وفيه غطرسة كبيرة ورجوع ديال السلطوية وضرب الحريات، اليوم حنا كنوجهوا نداء للعالم الحر باش نبقاو متضامنين وندافعوا كاملين على القضايا العادلة في العالم. لأن لما دافعناش وقفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني اليوم، شكون اللي غيوقف إلى جانب الشعب المغربي غدا؟ إلى مشات حقوقه، إلى مشات ليه الوحدة الترابية ديالو، إلى مشات الخيرات ديالو، إلى تم الاغتصاب للحريات ديالو والحقوق ديالو كاملة. إذا هذا راه ماشي لعب. اليوم المغرب أمامه فرصة باش يكون دولة قوية، دولة قوية كيف بالأمس دائما كتساند الشعب الفلسطيني، خصها تبقى تساند هذا الشعب الفلسطيني، وخصها تقدم هي باتجاه البناء الديمقراطي وصيانة الحقوق والحريات باش غدا نكونوا شعب قوي ودولة قوية قادرة تدافع على حقوقها. وإلا داكشي اللي جرى في دول أفغانستان والعراق واليمن وليبيا ليس منا ببعيد، وتحية لكم.